السلام عليكم. وعليكم السلام. بس نحوي سلام. اهلا بيك. ايش عاملين؟ الجو بس خير. ايش عاملين في الكراسي؟ تعال نشوف. وريني على الكراسي. طيب وريني وريني كم يا تيس. تيس لا يا لا يا استاذنا اسمعني يا لا يا ده اسمعني يا لا عرض 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 سنو بخور الله كنت كان سيدنا شعيبا عرض بخور شنو بخور الجنة بخور الجنة وشنو اخذ بيه اخذ بيه وجوه سيدنا شعيب بخور الجنة ها جنة سيدنا شعيب صراحة الجنة انا ها جو جو داعي معناها شنو؟ بخور الجنة وشنو؟ فما كلمة تتاخد فيها بخور الجنة وزوجة وزوجة سارة زوز هو بخور الجنة وزوجة سيدة شعيب ما نعرفش لا 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 كما قلنا اول حاجه لازم نعرفوا معنى الصلاه هكا ولا سيرين هكا ولا به معنى الصلاه كما قلنا الصلاه هما لغه هي الدعاء وهي الصله لانها صله بين العبد وربه كذلك ايضا هناك معنى شرعي وهو انها عباده روحيه بدنيه ذات إحرام وركوع وسجود واضح ولا مش كل عام تعرف هذا شكون زيدي هاد هاي الناس زيدي كا الناس زيدي يا زيدي هاي سيرين سيرين أفضل الصلاة هي شنو؟ عبادة قبل تقرب الله هي عبادة روحية وبدنية لأن الروح تسمو إلى مولاها وبدنية لأننا نقوم بالجوارح بحركات معينة اللي هي ذات إحرام وركوع وسجود صباح لك كابتن سيرين ودي إبليس ودي المهم حضر دروسكم مليح بالحق راهو جاي انا حتى راهو جاي امتحانات باهي فما امتحانات ان شاء الله معناها الاسبوع القادم كما تعرف هو اسبوع قبل الموعد باهي حضروا باهي حضروا مليح باهي باهي اذا انت هاي قصتنا اليوم ان شاء الله تكونوا فهمتوا السلام عليكم سيري هيك تفضل
ميكسي ما عجبتنيش اليوم في الدرس. اش فهمت؟ شيء الحمد لله مسيو. سيرين شاوي تخبي علي احكي لي اش فهمت؟ مسيو انا مرضت بالسكر، قالوا لي باش نعدي حياتي الكل بالزريرق. حس ما عادش عندي مستقبل، ما عادش شنو اشكي في اصحابي. علاش ما عادش عندك مستقبل؟ عمر ما كان مرض مانع باش ما تكملش مستقبلك. عمينا نحسه مانع. لا مش مانع، بالعكس المرض لازم يكون تحدي ودافع وحافز باش تنجح اكثر وتحقق احلامك. مخيبها يا مسيو، انا وليت من الناس المرضى بالسكر. علاه؟ شبيها من الناس المرضى بالسكر؟ شبيك ان انت المرضى بالسكري بالذات نجموا يعيشوا خير من الناس العاديين بشرط يكون محافظين على غذاء متوازن غني بالالفيات والبروتينات ويبعدوا عن النشويات، نجموا يعيشوا احسن من الناس العاديين. أما أنا من سوء نحس المرضى ذي ضيع لي مستقبلي. سيرين شنو خطرك تقول؟ عاش تقول هكا؟ باهي تعرف اللي انت فما برشا رياضيين وبرشا مشهورين مرضى بالسكر ونجحوا في حياتهم وحققوا أحلامهم. أما أنا من سوء نحس روحي مانيش مهتمة بيها، ناكل الماكلة اللي جات قدامي. لا سيرين لازم تحترم المرض نتاعك وتقبله. كيفاش تحترم؟ يعني ما تبلغش في الماكلة، ما تكثرش من السكريات وتشرب برشا ماء، مش هو يحترمه وما يضركش. سيرين أنا نعرف حسب الألم بتاعك، لكن حاجة كي جينا كيف هكا من عند ربي لازم نفرحوا بها، لأنه ابتلاء دليل حب ربي لنا. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه فنفحه. أمانة مسيو مهم مش كيما الكلام، مش كيما اللي قاعدة نحس فيه أنا. يا سيدي شنو هذيك حاجة؟ مسيو هذا دوايا من لقيته. لا مش دوايا يا مسيو، دي دوايا مسيو. دي فتاة تشوف دوايا كل مسيو. هاكا دوك عنك إذا يا سيرين دويا أنا زادا والحمد لله ديابيتيك، لكن الحمد لله كملت حياتي وقاعد نحقق في أحلامي الحمد لله، نجحت في برشا حاجات الحمد لله، وعمر ما كان المرض هذا مانع باش ما ننجحش. يا سيرين توا خير؟ عيطتك ما عطيتش برشا شوفك حسن جاي. Ah!